نظم مركز ترانيم للفنون الشعبية مساء أمس تظاهرة سلط من خلالها الضوء على خطته المستقبلية التي سيعمل عليها في تطوير الفنون الشعبية. كما استعرض رئيس المركز نماذج من الأعمال التي قام بها المركز منذ تأسيسه وكذلك دوره في إبراز مختلف الفلكلور الشعبي الموريتاني. على هذه الأصوات الصادحة بمدح خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي لفرقة ترانيم المديح الشعبي، وخلال هذا الحفل استعرض القائمون عليها حصيلة إنجازاتهم في السنوات الماضية وخططهم المستقبلية في سبيل تطوير هذا النوع من الفنون الشعبية الأصيلة. اليوم اجتمعنا قبلكم لنقيم 3 سنوات خلت، والليلة معكم نطلق استراتيجية جديدة ل3 سنوات مقبلة 2021-2023. ولكن حتى قبل أن نقيم أشير إلى أن الفن أثبت أنه قادر على إنقاذ روح المجتمع خلال سنة عصيبة طبعتها جائحة كورونا والإغلاق. كانت الفنون فيه خير رفيق وشريك للمجتمع، هذا النور الذي يجب أن نعيه ونحن نقيم ونستشرق مستقبل الفنون الشعبية في موريتانيا. ويبقى هذا النوع من المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على الموروث الموريتاني الشعبي مثالا يحتذى به للأجيال القادمة من أجل الحفاظ على أصالتها وبصمتها النادرة التي تميزها.